بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي مشاهدي قناة النادي الأهلي في كل مكان، أهلا وسهلا بحضراتكم في حلقة جديدة من البيت الكبير. البيت الكبير النهاردة احنا طالعين طبعا متأخر شوية، لأن المباراة اللي كانت من شوية مباراة النادي الأهلي ومصر المقصة، رابع مباراة منذ أن عاد النادي الأهلي ووصل إلى المباراة النهائية بعد أن تم غلق الملف الأفريقي. النادي الأهلي لعب أربع مباريات، تعادل في مباراة بيراميدز، ثم فاز على المقاولون على سموحة، ثم فاز على المقاولون العرب، ثم أخيرا والنهاردة منذ قليل فاز النادي الأهلي على مصر المقصة برباعية مقابل هدف واحد. طبعا ألف مبروك لكل عشاق النادي الأهلي على هذا الأداء الرائع وهذا الشكل الجميل اللي احنا شفناه النهاردة في المباراة الأخيرة أمام مصر المقصة. أربع مباريات بـ 12 نقطة، خدنا 10 نقاط. يعني لو جينا فكرنا في مباراة بيراميدز، هي مباراة وانتهت على أن تعادل النادي الأهلي مع بيراميدز وبهدفين لكل فريق، وبالتالي فقد النادي الأهلي نقطتين من 12 نقطة. إيه اللي هيحصل النهاردة وإيه اللي هيحصل ابتداء من النهاردة؟ احنا ابتداء من النهاردة هنتكلم أو هيتم غلق بعد حلقة النهاردة، يعني سيتم غلق الملف الدوري العام المصري، وكلنا هنتكلم في شيء واحد فقط وهو البطولة الأفريقية. قبل بس ما اتكلم عن البطولة الأفريقية، عايز أقول لحضراتكم أن النهاردة كانت مباراة ممتعة للطرفين، بالنسبة للنادي الأهلي وبالنسبة أيضا لمصر المقصة، اللي أنا بأحيي الحقيقة مدربها كابتن محمد عبد الجليل على الشكل اللي هو مشي بيه، والحملة اللي كانت شغالة ما قبل المباراة يمكن أتت بثمارها بالمناسبة، لأن أنا كنت شايف أن لعيبة المقصة حقهم، أنا مش قصدي حاجة خالص، ولكن أنا بقول أن الحملة دي ما حدث قبل المباراة من حملة ممنهجة على محمد عبد الجليل وعلى نادي مصر المقصة وعلى لعيبة مصر المقصة، خلتهم نازلين سخنين زيادة عن مش سخنين زيادة عن اللزوم، ولكن تحس ان هم متكهربين شوية، بيخش جامد هنا وبيخش جامد هنا. حقه، ما عنديش مشكلة طالما المباراة ما فيهاش أذية لحد ولا فيها خبط لحد، ولكن أنا كنت حاسس إن النرف عالي شوية، لأنه لاعبي فريق مصر المقصة كرتهم كانت أحلى من كده الحقيقة خلال الفترة السابقة. ولكن النهاردة وانت قاعد بتتفرج على المباراة مستمتع بأداء النادي الأهلي، مستمتع بشكل النادي الأهلي.